السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، بصوا هتكلم عن حادثة مدينتي، الحادثة اللي راحت ضحيتها صيدلانية اسمها بسمة، هي وعيالها وجوزها. ضابط ركب العربية بتاعته ودخل في العيلة كلها، داس العيلة كلها. اقول لكم شوية تفاصيل، واقول لكم يا جماعة الناس اللي طالعة عمالة تقول اصل حق الصيدلانية مش هيرجع عشان هو ظابط، اصل مش عارف ايه، هقول لكم بص كل التفاصيل. بس اللي انا اعرفه ان لا صوت يعلى على صوت القانون. ايمن حجاج يا جماعة القاضي اللي خد اعدام دلوقتي في قضية مقتل زوجته المذيعة شيماء، خد دلوقتي اعدام وكان قاضي، يعني مين اللي منصبه اعلى، القاضي ولا الضابط؟ وخد اعدام والمفروض حكم الاعدام هيتنفذ فيه، يعني ضابط زي ده عمل واقعة زي دي. مش طبعا بقى كل الضباط، يعني مش لازم نعمم، مثلا حد وحش مش كل الضباط وحشين، يعني لو حد في الاطباء مثلا، في طبيب رحت له ولقيته وحش، طبعا مش هعمم كل الاطباء، صح ولا انا غلطانه؟ فانا بقول لكم ليه البدايه دي، عشان الناس اللي طالعه تقول اصل هو ضابط وهي مش هتاخد حقها والكلام ده كله. لا يا جماعة، ايمن حجاج دلوقتي واخد اعدام وهو قاضي، قاضي يعني منصبه اكبر من الضابط، فيعني زي ما قلت لكم احنا في دولة قانون. اقول لكم تفاصيل الموضوع وايه اللي حصل، وبعد كده احكي لكم القصة زي ما بحكيها لكم، وايه قصة بسمة اللي اتدهست هي وعيلتها على ايد ظابط. هقول لكم شويه تفاصيل، بس هقول لكم الاول المتحدث العسكري قال ايه بعد ما قبضوا على الظابط وحولوه لمحاكمه جنائيه بتهمه القتل العمد والشروع فيه. هقول لكم تفاصيل الموضوع. اعلن المتحدث العسكري المصري يوم الثلاثاء احاله الضابط للمحاكمه العسكريه بتهمه القتل العمد والشروع فيه، وذلك على خلفية واقع دهس صيدلانية بمنطقة مدينتي شرق القاهرة. وأعلن المتحدث العسكري أنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية، فقد تم تحرير محضر برقم كذا كذا 22 بتاريخ 1/7 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقع. وقال النيابة قال أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات، وقيدت بالقضية رقم 170/2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة، مضيفا أنه أسند للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه، وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وتجري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. وأكد المتحدث العسكري كامل احترام القوات المسلحة لمبدأ سيادة القانون، كما أعلن تقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وكانت منطقة القاهرة الجديدة قد شهدت واقعة دهس صيدلانية وزوجها الطبيب وأطفالها الثلاثة، بالإضافة لآخر كان برفقتهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وكشفت الكاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، حيث قام قائد السيارة المتسبب في الحادث وهو ضابط بدهس الصيدلانية عمدا بسبب ما تردد عن قيام أحد أبنائها بخدش سيارته، وأسفر الحادث عن مسرع الصيدلانية متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، كما أصيب الأب ويعمل طبيب بيطري وإصابة 3 أطفالهم بجروح متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وبحسب روايات شهود العيان فإن زوجة الضحية تدعى بسمة، وهي زوجة طبيب يدعى حمدان زكي، يعمل بشركة أدوية في إحدى الدول العربية في الكويت يا جماعة، وكانت في أجازة لزيارة أهلها بمصر خلال فترة عيد الأضحى. وكشفوا أن سبب الحادث يعود إلى أن طفلها كان يلعب بالسكوتر أمام المنزل فاصطدم بسيارة المتهم، وعندما علم والد الطفل بما حدث اصطحب أطفاله وذهب إلى مالك السيارة عشان يعتذروا له. وأكد شهود العيان أن صاحب السيارة استقل سيارته ولحق بالأب والأسرة ودهسهم جميعا عمدا، ونتج عن ذلك وفاة الأم وإصابة باقي الأسرة. قال إيه بقى الزوج في التحقيقات أو في النيابة؟ أقر زوج السيدة اللي لقت مصرعها وإصابة أبنائها الثلاثة أمام نيابة القاهرة الجديدة بأن نجله حضر وأخبره بأنه قام بجرح إحدى السيارات المتواجدة بمنطقة الباركينج أثناء لهو بالسكوتر أو لعبه بالسكوتر الخاص به، فاصطحب أبنائه وزوجته وتوجه لمكان السيارة الاعتذار لصاحب السيارة ودافع التعويض المناسب عن أي خسارة تسبب فيها نجله.
وأضاف الزوج: تفاجأت بأن صاحب السيارة تشاجر معنا ويسبنا بأبشع الألفاظ ومحاولا التعدي على أطفالي، فعلى الفور اصطحبت أبنائي وزوجتي متوجهين لمحل مسكننا محاولا تهدئتهم من الذعر الذي تسبب في هذا الشخص. وبعد دقائق معدودة تفاجأت بسيارة مسرعة حاضرة من الخلف وقامت بدهسنا جميعا، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم بدهس سيدة وإصابة أبنائها. بصوا يا جماعة، وزوجته بسمة ماتت بنزيف بالمخ، اللي هي الزوجة اللي ماتت. اللي حصل كالآتي: بسمة دي زوجة طبيبة صيدلانية، وزوجها يا جماعة طبيب بيطري، شغالين في دولة الكويت، فمتعودين في رمضان وفي الأعياد وفي الأجازات بينزلوا يقضوا الأجازة بتاعتهم عند أهلهم في مصر، واخدين فيلا أو شقة أو مكان في كومباوند في مدينتي. فالناس دي محترمين ما بينزلوش غير اجازات مصر، اصلا ما بينزلوش خالص مصر غير في الاجازات، بينزلوا يحتفلوا بالعيد زي ما كلكم عارفين ان كان العيد من كام يوم، عيد الاضحى، فكان نازلين يعيدوا مع اهلهم في مكانهم اللي هو في مدينتي. يعني ناس راقيه، طبيب وطبيبه وناس محترمه. راح في يوم ابن الدكتوره بسمه كان بيلعب قدام الباب معاه سكوتر. الطفل كان بيلعب بالسكوتر ده قدام الباب، هو عنده 3 اولاد وزوجته بسمه وهو حمدان اللي هو دكتور بيطري. كان ابنه بيلعب بالسكوتر قدام الباب، الواد دخل في عربيه الجيران، خدش العربيه خدش بسيط، حاجه لا تذكر يعني، خبطه كده بسيطه او خدش كده بسيط، مش خبطه كمان. فالراجل عشان محترم الدكتور حمدان قال لا، لما ابنه جه قال له: يا بابا انا خبطت عربيه جارنا اللي جنبينا، معلش انا بابا خبطتها بالسكوتر. راح ابوه قال له: طب هو كده ينفع؟ طب هو كده؟ هو الراجل ما كانش هيعرف ان هم خبطوها، الراجل الواد دخل وقال لابوه، وكان ممكن ابوه يخبي وما يروحش يقول له حاجه. لا، الراجل عشان محترم ودكتور وناس محترمه وعقلها كبير قال لك: لا انا اروح اشوف الخدش ده عامل ازاي، واروح اخبط عليه واقول له: معلش ابني خبط العربيه، خدش العربيه، ولو في اي فلوس تحب تاخدها واحنا بنتاسف لك. فراح خد زوجته و3 اولاده وهو، وراحوا خبطوا على الجيران اللي هو الضابط، الجار الضابط. خبط قال له: معلش افتح، كنت عايزك في كلمه. فتح ومفيش سابق معرفه ما بينهم، بيقول لك اول مره نشوفه اصلا، احنا ساكنين في المكان بنيجي بس زيارات ما نعرفش اي حد من الجيران. فقال له: معلش انا ابني كان بيلعب بالسكوتر فخدش العربيه خدش بسيط، لو تقبل اعتذاري، لو مش هتقبله انا ممكن ادفع اي مبلغ مالي عشان ايه الخدش اللي حصل في العربيه. قال له: بقول لك ايه، انت مش مربي ابنك ده، انا هعمل واسوي شتيمه والفاظ بيقول لك مش قادر اقولها. راح الدكتور قال له: لا لا بس، طب احنا عملنا ايه ده كله؟ انا جاي اعتذر لك وجاي لو عايز فلوس خد. قال له: لا ده انا هعمل فيك واسوي فيك يا ابن 60 في 70، ودي شتيمه. راح الدكتور حمدان قال لمراته: تعالي بقى، معلش ده شكله كده ما مش هيتفاهم وما بيتفاهمش، هاتي عيالك ويلا نمشي. وهم رايحين على مكانهم او بيتهم او فيلتهم اللي في الكومباوند في مدينتي، لقوا العربيه جايه من ورا طيران، خد العربيه وراح داخل في العيله كلها. العيله كلها في المستشفى، زوجته ماتت لان هو مشي كده والزوجه وقعت، راح عدى تاني بالعربيه، منظر يعني فظيع. الزوجه جالها نزيف في المخ وماتت من من الدهس او الخبط اللي ايه العربيه اللي جت ايه من ورا كده داخله فيهم كلهم. كل ده بسبب ايه؟ بسبب خدش في العربيه، خدش حته كده خدش. فالزوجه ماتت والاولاد كلهم اصابات فظيعه في المستشفى، والاب كان عنده اصابات كتيره بس كان المفروض يروح لازما يدلي باقواله في النيابه. تم القبض على الضابط، الناس اللي طالعه عماله عامله بروباجندا، اصله ضابط مش هيتمسك، اصله مش عارف ايه. يا جماعه زي ما قلت لكم، اتمسك وتحول لمحاكمه جنائيه عاجله، وكمان يعني التهمه بتاعته القتل العمد والشروع فيه، يعني كده كده اعدام. احنا بس كل اللي بنعمله بنطالب بالاعدام عشان يدخل في عيله كامله ويموت واحده، وكمان كان هيموت العيال، هي فادت عيالها اصلا، كان هيموت جوزها، فادت عيالها وجوزها وماتت هي. قلت لكم القانون لازم ياخد مجراه. وزي ما قلت لكم ايمن حجاج كان قاضي، كان يعني حاجه عاليه ومنصبه كبيره، خد اعدام لما قتل زوجته. ده كمان ان شاء الله اعدام، وهطلع اقول لكم. محدش بقى يقعد يقول اصله ظابط، اصل يا جماعه اتكلموا كده لو هو خد براءه، لكن هو ما خدش براءه، هو محبوس وكمان المفروض
هيتحاكم محاكمة جنائية عاجلة وهتشوفه، وهياخد إعدام من قتل يقتل. إحنا في دولة قانون. كان محمد عادل خرج، كان أيمن حجاج خرج، القاضي، كان ناس كتير قوي بتعمل جرائم وبتقتل خرجت. محدش فوق القانون حتى لو كان ظابط. أتمنى منكم لو الفيديو عجبكم، وياريت أكون وضحت لكم بطريقة سهلة وسلسة. أتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وادعوا للدكتورة بسمة يا جماعة بالرحمة، وادعوا لعيالها إن هم يقوموا بالسلامة.